مرحبا جميعا بالبارت الثالث والأخير من محاضرة الـ Cardiovascular System Examination. بهذه البارتات حكينا عن General Signs مال Cardiovascular System، على Arterial Pulses وشون نسوي لها Examination بطريقة صحيحة، على Jugular Venous Pulse Examination، وراها بدينا بالـ Precordium Examination وهي الـ Inspection والـ Palpation. واليوم إن شاء الله راح نحكي عن الـ Auscultation اللي هو أكثر شيء ممكن ينطلب من عندكم يعني بالكارديو فاسكولار سيستم اكزامينيشن، لانه الفايندينجز اكثرها تكون موجوده بيه. تمام. وطبعا ممكن بالبدايه يعني يكون صعب من اول ما تبدون تسمعون، بس كل ما اكيد تسمعون اكثر وكل ما تتعرفون على الطبيعي اكثر، يعني هسه تخلوا هدفكم يكون انه تتعرفون على الهارت ساوندز الطبيعيه وطريقه الفحص الطبيعيه، وبعدين ان شاء الله تتعرفون على الابنورمال فايندينجز وشون توصفوها. فاحنا من نسوي اوسكولتيشن للهارت نريد نسمع ثلاث شغلات او نريد ندور على ثلاث شغلات. اول شيء نريد نعرف الهارت ساوندز، نتعرف عليها ونشوف اذا اكو اني ادد ساوندز واني مرمرز. الهارت ساوند الطبيعيه اللي هي S1 و S2 اللي هي لب دب اللي موجوده بكل شخص نقدر نسمعها. اكو اديشنال هارت ساوند اللي هي S3 و S4، هاي شويه صعبه عليكم، ممكن ما مو كلش تسمعوها، هي اصلا مو كلش كومن. الادد ساوندز اللي هي ممكن تكون مثل كليك، تسمعون مثل كليك او سناب او بيريكارديال رب. هاي الكليك والسناب ممكن تسمعوها بحالات الفالف ديزيزز، يعني اذا اكو مشكله بالصمامات مع القلب. ممكن نسمع فد ميكانيكال كليك اللي هي تصير من اكو فد الشخص مسوي عمليه مال استبدال الصمام وخلي له صمام ميكانيكي، ممكن تسمعون الكليك مالتها. اما بالنسبة للبريكارديال راب اللي هي عادة نسمعها بحالة البريكاردايتس اللي هو التهاب شغاف القلب. المرمرز احنا حكينا عنها شوية بالثرال، من كنا نحكي على البالبيشن، هي عبارة عن تربولنت فلو اوف بلاد، يعني البلاد من يتعكر مالته المسار الطبيعي السلس بالهارت، اذا صار تعكر بهذا المسار مثلا اذا اكو فتحة بالقلب او اذا اكو مشكلة بالصمام اللي يمر من خلال الدم، فحتصير عندنا هاي المرمر اللي هو ابنورمال ساوند. تمام. فحنحكي كل عن كل هذا بالتفصيل ان شاء الله بالسلايدات التجي، بس هي هاي الثلاث شغلات اللي انتو لازم ايدنتيفايت من تسوون اسكولتيشن، ومن يو ريبورت يور فايندينجز تقولوا له للدكتور اي ديد اسكولتيشن اوف ذا هارت، ذير واز نورمال هارت ساوندز S1 اند S2، وتقولوا له ذير واز مثلا نو S3 نو S4 نو ادد ساوند اند نو مرمر. فهذه الثلاث شغلات لازم تقولوها when you report your findings. تمام. هسه خلينا نبدا باول شغله اللي هي الهارت ساوندز. الهارت ساوندز الطبيعيه هي عباره عن S1 والS2، هاي الطبيعيه الموجوده بكل البشر اللي هي لاب دب. هذا اللاب دب ساوند، اللاب هو S1 والدب هي S2. ليش دا يصير عندنا هذا الصوت؟ هذا الصوت يصير بسبب الكلوجر، انسداد. انسداد شنو؟ انسداد الفالفز. احنا بالهارت عندنا اربع فالفات، اثنين منهم يسموها اتريو فنتريكولار فالف اللي هي تكون بين الاتريا وبين الفنتريكلز اللي هما الميترال والترايكسبيد فالف، وعندنا اوتلت فالفز اللي هي من الفنتريكلز الى الارتريز، يعني الفالف اللي يطلع الدم الى بقيه الجسم، انهم الايورتيك والبولمونري فالف. ممكن تشوفوها بهاي الصوره كانت اي هنا. فهاي الفالفز عندنا، هذا هو هنا عندنا الميترال فالف اللي هو يصير بين الاتريا وبين الفنتريكل، وهنا عندنا الترايكسبيد فالف اللي هو يصير بين الرايت فنتريكل والرايت اتريا، وبعدين عندكم الاوتلت فالفز اللي هما البولمونري فالف اللي يطلع لنا من الرايت فنتريكل الى البولمونري ارتري، وبعدين عندنا همين الايورتيك فالف اللي هنا هو تقريبا هيات هنا العفو اللي هو هنا، وهذا يودي وين؟ يودي للايورتا. تمام. وهاي الايورتا وبقيه الدم. تمام. فالاس 1 هو بسبب الكلوجر مال الميترال فالف ومال الترايكسبيد فالف، بينما الاس 2 هو بسبب الكلوجر مال الايورتيك والبولمونري فالف. فهاي اللاب دب. فالاس 1 هو عاده شنو هو يمثل نهاية الدايستوليك فيز اوف ذا هارت، يعني احنا بالدايستوليك فيز يصير عندنا فيلينج اوف ذا فنتريكل، يفوت الدم من الاتريا على مود يترس الفنتريكل، فمن تنسد هذا الاتريو فنتريكل فنتريكولار فالف معناها خلص الفيلينج مال الفنتريكل،
وراها يصير عندنا contraction حتى الدم يطلع من الventricle ويروح للarteries. هذا شنو؟ هذا systolic phase اللي هو يصير بي contraction. ورا ما يخلص هذا شي يصير؟ يصير عندنا closure of the aortic pulmonary valve، تنسد هاي الفالف وتكون نهاية systolic phase. تمام؟ فهاي اللابداب هي هاي يقولوا لكم ليش تصير، تقولوا لهم انه الاس 1 يصير بسبب الكلوجر اوف ذا ميترال وتراكسبيد فالف، وراها الاس 2 اللي هو بسبب الكلوجر اوف ذا ايورتيك والبلمونري فالف. هاي الهارت ساوندز الطبيعيه. ممكن نسمع اس 3 واس 4. هذول الاس 3 والاس 4 صراحه يعني ما تسمعوها هوايه، ممكن حتى اذا موجوده صعب واحد يسمعها، خصوصا الاس 4. الاس 4 يعني انا بعمر حياتي ما سامعتها. تمام؟ بس هو يسألون عنهن عادة يعني. فالاس 3 هو ممكن يكون فيزيولوجيكال وممكن يكون باثولوجيكال. فيزيولوجيكال يعني ممكن يكون بالناس اللي ما عندهم اي ديزيزز، خصوصا بالبريجننت وومن وبالتشيلدرن. فالفيزيولوجيكال فايندينج يكون بالبريجننت وومن وبالتشيلدرن، وممكن يكون باثولوجيكال بسبب مرض اللي هو عادة الهارت فيلير، عجز القلب يصير عندنا الاس 3 بسبب الرابيد فنتريكولار فيلينج. فالاس 3 هو الصوت مال الventricular filling، من يصير على السريع من يصير رابد يطلع لنا الصوت مال الاس 3. وين نقدر نسمعه للاس 3؟ نسمعه at the apex 1 and 2 اللي جيتوا الابيكس بيت بالبالبيشن. تخلون السماعة هناك، تخلوها at the bell، البيل ما السماعة تخلوها على الابيكس، وتقدرون تسمعون الاس 3 اذا كان موجود. سواء عادة يعني ما موجود، وخصوصا هسه انتم مرحلة ثالثة يعني ما مطلوب من عندكم انه تلقوه. المهم انه يو ايدنتيفاي اس 1 اس 2، اهم شيء هسه عندكم تتدربون على اس 1 وعلى اس 2. تمام؟ فهسه الاس 3 قلنا هو عباره عن صوت الرابيد فنتريكولار فيلينج، ممكن يكون فيزيولوجيكال فايندينج بالبريجننت وومن وبالتشيلدرن، وممكن يكون باثولوجيكال خصوصا بالهارت فيلير. واذا نريد نسمعه نسمعه ات ذا ابيكس بالبيل، ما سماعه. تمام؟ اما بالنسبه للاس 4، فالاس 4 هو عباره عن فورسفول اتريال كونتراكشن، يعني هو صوت مال اتريه من تسوي كونتراكشن. ليش تسوي فورسفول كونتراكشن؟ لان الفنتريكل يكون ستيف، الفنتريكل يكون ستيف مثلا بهايبرتروفي، ما متوسع بطريقه صحيحه، فهنا الاتريه على مود تقدر تترس الفنتريكل دم حيصير بها كونتراكشن حتى تطلع الدم مالتها وتوصل للفنتريكل. فهذا الصوت مالتها هو يسوي لنا الاس 4. اس 4 دائما باثولوجيكال، هسه احنا الاس 3 قلنا ممكن يكون فيزيولوجيكال، بس لا، الاس 4 دائما دائما هو يكون باثولوجيكال. وهمين نسمعه بالبيل بالابيكس، يعني الاس 3 اس 4 نسمعهم بنفس المكان، نخلي البيل ات ذا ابيكس. زين، هسه شو وقت نسمعهم الاس 3 والاس 4؟ احنا عندنا اس 1 واس 2 اللي هم موجودين دائما. الاس 3 نسمعه ورا الاس 2. تمام؟ اما الاس 4 فهو عاده يكون قبل الاس 1، يعني مثل ما هنا كاتبين دا لوب دوب، بينما الاس 3 يكون ورا الدوب. تمام؟ فهذا السيكونس مال هارت ساوندز. وطبعا مثل ما قلنا يعني انه اهم شيء انتم عندكم هسه انه تعرفون الاس 1 والاس 2، تعرفون الاس 1 هو عباره عن كلوجر اوف ذا ميترال تراكسبيد، بينما الاس 2 هو عباره عن كلوجر اوف ذا ايورتيك والبولمونري. الاس 3 والاس 4 مو كلش مطلوبه من عندكم. فهنا خلينا نشوف هذا المخطط. تشوفون هذا النورمال، احنا عندنا الفيرست هارت ساوند هذا اللب، وبعدين هاي الدب. وده تشوفون انتم ده تسمعوها بدون اي مشوشات، يعني هاي لب بعدين فراغ يلا دب، ماكو شيء يشوش عليكم، هاي بالحاله الطبيعيه. اوكي، وهنا هذني كليتهم المرمرز اللي هسه نحكي عنها. شنو بعد اكو عندنا؟ ادد ساوندز. ادد ساوندز هي الاصوات الاضافيه اللي ممكن نسمعها. هاي هن ثلاثه الادد ساوند، ممكن يكون سناب، ممكن يكون كليك، ممكن يكون بريكارديال راب. وطبعا انا افضل انه هسه تروحون يعني ورا ما تكملون هاي المحاضره تروحون على اليوتيوب وتكتبون هارت ساوندز او اسكولتيشن اوف ذا هارت، حتى تطلع لكم مقاطع مال الصوت، يعني تعاملوا تسمعون الصوت وهي ظلت تتكرر على ما تعرفون شنو الصوت مال سناب شنو الصوت مال كليك. اوكي، فالسناب مثل منع يعني قصدي يعني يمكن شرحتكم على كليك اكثر شيء فوق. السناب هي مثل الفتحه، مثل فتشين فتح على غفلة، عادة يصير بالميترال ستينوسيس بالام اس، من يكون اكو تضيق بالميترال فالف، فمن ينفتح هذا التضيق يسوي لنا فد سناب ساوند. اوكي، فهذا عادة يصير بالميترال ستينوسيس. اما الكليك فعندنا عدة انواع من الكليك، مرات ممكن تكون ميكانيكال كليك اذا شخص عنده ميكانيكال فالف، او الكليك همين ممكن تصير بالفالفز اللي بيها تضيق او ستينوسيس، مثلا الايورتيك ستينوسيس من ينفتح ويطلع منه الدم يسوي لنا فتشي اسمه ايجكشن كليك.
تمام. فالكليك منه ممكن تسمع، اما بالنسبه للبريكارديا ضرب فهو الصوت مالته حرفيا يعني مثل ما ورقتين اثنين هيك واحده على الثانيه، هاي يصير مالته هيك الصوت. عاده يصير بالتهاب شغاف القلب البريكاردايتس، يصير عندنا بريكارديا ضرب. أنا صراحة مثلا على سناب بس الكليك عادة تنسمع إذا كان الشخص عنده ميكانيكال فالف. فإذا مثلا بالردة تعرفون هذا الشخص مسوي عملية مال استبدال صمام وخلينا ميكانيكال فالف، روحوا سمعوها، سمعون الكليك. بس يعني إذا بالأيرتكستينوسز أو شيء يعني عادة الكليك مو كلش تكون واضحة. البريكارديا ضرب لازم الشخص عنده بريكاردايتس وهستوى يعني إنه صاير عنده دايجنوسز وبعدهم ما مسوي له تريتمنت يلا تنسمع. فيعني الأدد ساوندز مو كلش حتشوفوها يعني بمسيرتكم، تمام؟ شوفوها تسمعوها قصدي. أوكي، فهاي بالنسبة للأدد ساوندز. هسه بالنسبة للمرمرز، فمثل ما قلنا المرمر هي عبارة عن turbulent flow of blood. شوفوا turbulent flow، هذا البلد اللي هو المفروض يمشي مثل بالصوندة هيك بطريقة سلسة صار عنده عراقيل. هاي العراقيل ممكن تكون يا اما الفالف يكون ابنورمال، يعني الفالف مو هيك صاير بيه فد ابنورمالتي مثلا ستينوسيس متضيق، او بالعكس ريجورجيتيشن ما ينسد بطريقة صحيحة، تمام؟ او مثلا صاير ب انفكتيف اندوكاردايتس، مثلا يصير بيه مثل فيجيتيشنز عليه مثل تكتلات مال انفكشن على الفالف، بحيث هم ممكن يسوي لنا ابنورمال فلو، تمام؟ فالمرمر تكون يا اما بسبب ابنورمال فالف او تكون بسبب سبتال ديفكت. شنو السبتال ديفكت؟ يعني فتحات بالقلب، يعني فتحه بالقلب بين الاترياز او فتحه بالقلب بين الفنتريكلز، تمام؟ فهاي الاسباب اللي عاده نسوي لنا المرمر، يا اما ابنورمال فالف يا اما سبتال ديفكت. اوكي، هاي المرمرز اللي هي تكون باثولوجيكال، اللي هي تكون مرضيه، عندنا فشي اسمه انسنت مرمرز. انسنت يعني بريء. هاي المرمرز ممكن تكون فيزيولوجيكال، يعني ماكو حاله مرضيه، اذا كان عندنا انكريز ان ذا فيلوسيتي اوف فلو، يعني الدم كلش السرعه مالته قويه. شلون من انتم مثلا تفتحون البوري ويكون المي كلش قوي بحيث يطلع صوت مثل الشلال، الصوت يطلع الشلال، يعني هو المسار صحيح بس هو كلش سريع، فبسبب هاي السرعة دا يطلع عندنا الصوت. هذا ممكن يكون بالحالات الطبيعية للزايد اللي بيها increase in the velocity of blood flow، مثلا بحالة الثيروتوكسيكوسيس يعني بالغدة الدرقية السامة ممكن يصير عندنا هيجي، او بالبريجننت وومن يصير عندهم increase in blood flow velocity، وهم أنا ممكن يصير عندهم هاي the innocent murmurs. اوكي، فهاي بالنسبة للمرمرز، انه انتو مو المفروض تسمعون لب دب بطريقة حلوة، هاي هنا لا يجيكم مثل وشة ش دب ش دب هيجي مثلا، تمام؟ او حتى ما تسمعون اللب دب، تسمعون بس ش هيجي تسمعون، زين؟ طبعا هم انا طلعوا على المرمرز موجودة على اليوتيوب كوم فيديوهات حتى تسمعوها وتبقى ببالكم. هسا اوكي انتو دا تفحصون وسمعتوا مرمر، ها هي لا لازم تطون صفات هاي المرمر حتى الطبيب يقدر يوصل للدايجنوسيز، لانه كل سبب المرمر بصفات معينة. يعني المرمر مال مثلا الميترال ريجورجيتيشن تختلف عن المرمر مثلا مال الاتريال سبتال ديفكت مال الفتحة بالقلب بين الاترياز. اوكي، فالصفات مال المرمر مختلفة، فلهذا لازم تتعلمون شلون توصفون المرمر اللي تسمعوها. فشلون الوصف مالتها يكون؟ الوصف مالتها يكون حسب هاي الكاركترز. اول شيء التايمينج مال المرمر، هل هي سيستوليك او دايستوليك مرمر؟ هسه هنا انا خلينا نشوف هاي المرمر مال ميترال ريجرج. ميترال ريجرج من ما ينسد عدل يسوي لنا مرمر، ليش؟ لانه البلد راح ينزل، مو هو المفروض الميترال فالف ينسد حتى بعد الدم ما يمشي من الاتريال فنتريكل؟ هنا لا، حيصير اكو مثل يعني الفتح الانسداد مو كامل، فالمي راح مي شنو عزه الدم راح يمر من الاتريال للفنتريكل، فهذا مرور الدم من الاتريال للفنتريكل يسوي لنا صوت مال ميترال ريجرج. هذا عادة يكون سيستوليك، ليش؟ لأنه أنتوا تسمعوه بس باللب، تشوفون شلون هنا هذا يصير صوت بالفيرست هارت ساوند، بس هذا S1 وهذا S2، فالصوت ده يصير خلال هنا الكلوجر مال اتريو فنتركولار فالف اللي هو خلال S1 اللي هو اللب سيستوليك فيز، اللب هو سيستوليك فيز، تمام؟ فدو تسمعوه هنا، فشنو يكون هنا هاي سيستوليك مرمر، لانه تسمعون ش بعدين دب، يعني وين تصير؟ تصير باللاب، يعني شنو؟ يعني بالسيستوليك، فتقولون هاي سيستوليك مرمر. بينما اذا تشوفون هنا مال ايورتيك ريجرج ده يصير خلال الاس 2، فتسمعون اللاب، اللاب تكون طبيعيه لاب وبعدين ش لاب ش، فشو تقولون؟ تقولون هاي دايستوليك مرمر. على مود همينه
يعني إذا مو كلش واضحة بالسمع، لازم تسوون شغلة هو أصلا تسووها بالمانوفر مال اسكولتيشن، إنه تخلون إيدكم على البالس. يفضل الكاروتيد بالس لأنه هو شوي أكثر واضح. فإذا تحسون المرمر ده تجيكم ويا النبضة تحسون بيها، يعني أنتوا خليتوا إيدكم إجتكم النبضة وسمعتوا الصوت بنفس الوقت، هاي معناها هاي سيستوليك مرمر. بينما إذا جتكم ويا ما راحت النبضة معناها هاي دايستوليك مرمر. فهذا التايمينج تسووه هيجي، أما خلال السمع وهي شوية صعبة، أو تخلون إيدكم على البلس سواء كان راديال أو كاروتيد. فإذا كان ويا النبضة اللي تحسون بها بإصبعكم معناها هاي سيستوليك، أما إذا ما كانت وياها معناها هاي دايستوليك. فلازم تحددون إذا كانت سيستوليك أو دايستوليك مرمر. هسه تحددتوا هي سيستوليك أو دايستوليك، زين هي شنو الديوريشن مالتها، شنو المدة مالتها؟ على طول السيستوليك، يعني انتوا اصلا ما تسمعون اللاب بس لو بس بداية السيستوليك، لو بنص السيستوليك، فلازم هذا الشيء تحددوه. فخلنا ناخذ هنا همنا مثال، خلينا نمسح ذني نغير اللون. هسه مثلا هاي المرمر مال بيتن دكتس ارتريوسس، هنا صار عندنا فتحة ولادية. فإذا تشوفون المرمر صايرة على طول الهارت ساوند، يعني أصلا ما تستمعون اللابتوب، هاي يسموها continuous machinery مرمر، يعني continuous مرمر على طول الوقت تسمعوها، أصلا ماكو لابتوب. الهارت ساوند عبارة عن مرمر، فهاي يسموها continuous machinery مرمر، هي ماكو لا سيستول ولا دايستول، مجرد مرمر. بينما مثلا الميترال ريجرج مرمر بس بالسيستوليك فيز، مو بس على طول السيستوليك فيز، يعني اصلا السيستوليك فيز كله بي مرمر، فحتى ماكو لاب، اكو ش ودب ش دب، تمام. بينما المرمر مال ايورتيك ستينوسيس يسموها ايجكشن سيستوليك مرمر، يعني تصير اكثر شيء من ينفتح، اول ما ينفتح الفالف. تشوفون الانتنسيتي مالتها شلونها، يعني اول ما ينفتح الفالف عاليه وبعدين تقل. فهاي اكثر شيء تسمعوها وين؟ تسمعوها بالبدايه، بدايه السيستوليك، فسموها ايجكشن سيستوليك مرمر، يعني اول ما ينفتح الفالف مجرد ان يطلع الدم موجوده المرمر، وراها ماكو صوت. اوكي، فهيجي توصفوها. ومثلا الميترال ستينوسيس مالت المرمر موجوده بالدايستوليك فيز، بس اذا تنتبهون هنا ماكو مرمر، بعدين تبدي من توصل للنص، فسموها ميد دايستوليك مرمر، يعني صارت لب دب وبعدين سكوت وماكو شيء، يلا ش الميترال ستينوسيس مرمر. فهاي بالنسبة للديوريشن، انه هل هي بإجكشن بس بالبداية، او هل هي بان بان يعني كليتها بان سيستوليك مرمر، يعني خلال السيستوليك فيس كلها اكو مرمر، او هل هي ميد مرمر. ميد مرمر يعني بنص الفيز يلا جتي، مثل قلنا الميد دايستوليك مرمر مال ميترال ستينوسيس العفو. اوكي، فهاي الديوريشن مالتها. هسه الكاركتر والبيتش هاي صراحه يعني فتشي ما ادري شلون يحسون بيه، يعني مو كلش مهم بالنسبه لكم، بس انتو تعطوها صفه للنوعيه مالتها، هل هي هارش، هل هي سوفت، هل هي رامبلينج، يعني شنو الصفه مال الصوت اللي تسمعون. اما بالنسبه للانتنسيتي فهاي مهمه وهوايه هوايه يحبوها الدكاتره ويسالون عليها. الانتنسيتي هي شنو المرمر شقد مالتها الشده. اكو 6 جريدز، 6 جريدات مال المرمر وسهلات. يعني اول جريد اللي هو تقولون هاي المرمر از ذا فيرست جريد، هاي لازم اكسبرت يسمعها، يعني مو انتم تسمعوها، لا السينيور الكارديولوجيست يسمعها ويسمعها ان اوبتيمم كونديشن، يعني عنده السماعه الخاصه للكارديولوجي والغرفه هادئه وهاي الله يقدر يسمعها. فهاي جريد 1 هاي خفيفه كلش. الجريد 2 اللي هي اوكي مو كارديولوجيست يسمعها، بس هم انه يحتاج اوبتيمم كونديشن، هم يحتاج هاي السماعه والغرفه هادئه وهكذا. الجريد 3 هاي عاده اللي احنا نسمعها، اللي هي تكون easily heard، عادي الطالب يقدر يسمعها، بس من يجي يسوي palpation ما يلقى ثرل، يعني هي مو قوية كلش الدرجة انه حتى ثرل موجودة وتقدر تحس بالمرمر بأصابعك، لا مو لهالدرجة، بس انت تسمعها اوكي. grade 4 هاي تكون loud، تسمعها كلش بوضوح وبيها ثرل، من تسوي palpation تحس بالمرمر جوا ايدك بالمكان اللي سمعت بي. اما grade 5 هاي كلش loud و heard over a wide area، يعني عادة المرمر احنا نسمعها بأماكن محددة، يعني إذا كانت مال مايترال فالف ريجرجيتيشن راح تسمعوها بمكان المايترال فالف بس، من تروحون على غير أماكن بالبريكورديا ما حتسمعوها. بس هاي الجريد 5 تقدرون تسمعوها بأكثر من مكان، فمن تسمعوها بأكثر من مكان تقولون عليها هاي جريد 5 وياها ثرل. أما جريد 6 هاي تسمعوها حتى without stethoscope، حتى بدون سماعة تسمعوها.
اوكي. فهسه جريد 1 هي تنسمع عن طريق اكسبرت فقط، جريد 2 تنسمع مو باكس مو نون اكسبرت يقدر يسمعها بس يحتاج اوبتيمم كونديشن، جريد 3 اللي هي ايزلي هيرد بس ما بيها ثرل، جريد 4 اللي هي بيها ثرل، جريد 5 اللي هي هيرد اوفر وايد اريا وبيها ثرل، وال6 اللي هي حتى ما تحتاج استيثوسكوب حتى تسمعوها. فهاي مهمه وحفظوها لانه هواي يسالون بيها. تمام. واخر شيء تقولون انتوا وين سمعتوها وين الراديشن مالتها، الراديشن وين هاي المرمر دا تضرب، يعني انتوا تسمعوها مثلا بالمكان مال مايترال فالف المرمر، بس هي تقدرون تسمعوها ايضا بمكان الاكزيلا، كل مرمر لها مكان تنسمع به غير المكان الاصلي مالتها اللي هو راديشن. فتقولون هي وين اكثر شيء دا تسمعوها وين المكان اللي هي دا تضرب عليه اللي هو الراديشن. هسه بعد ما عرفنا الهارد ساوندز والادد ساوندز والمرمرز، خلينا نشوف شنو المانوفر مال اسكولتيشن مالتنا. المانوفر مال اسكولتيشن مالتنا هي انه بالبدايه اهم شيء انه تسوون التايمينج، التايمينج قلنا انه تخلي اصبعك على الكاروتيد حتى تحس بالبلس ويا ما تسمع اللابتوب، انا متخاف تسمع مرمر تسوي لها تايمينج. طبعا هي موجوده هاي النقطه بالتشيك ليست مال اوسكي انه هو يريدوك تسوي التايمينج اول ما تبدا الاسكولتيشن، انت تقدر تسويها ما تسمع المرمر بس هما هيك يريدوها بالتشيك ليست، فلا تنساها لانه انا اصلا نسيتها بصف ثالث، فلا تنساها دائما خلي اصبعك على الكاروتيد من تبدي تسوي اسكولتيشن. من البدايه حتى تبدي بالدايفرام بالستيثوسكوب مالتك على الدايفرام، تروح على الابيكس بيت اللي هي المايترال اريا، وراها الليفت لور ستيرنال بوردر اللي هو مكان تسمع بيه الترايكوسبيد فالف، بعدين بالسكند انتركوستال سبيس الليفت تسمع بيه البولمونري فالف، والرايت تسمع بيه الايورتيك فالف. اوكي. وراها تحول مالتك سماعة للبيل وتسمع بالبيل ات ذا ابيكس وات ذا لور ليفت ستيرنال بوردر. اوكي هاي ات ذا بيل. وطبعا في كل مكان انت تسمع الاس 1 والاس 2 وتشوف اذا اكو ادد ساوندز واشوف اذا اكو مرمر. اذا سمعت مرمر بالمايترال اريا ايش راح تسوي؟ حتخلي سماعتك ات ذا اكزيلا على مود تسمع اذا عشان اكو راديشن. تمام. وإذا سمعت مرمر at the aortic area فتخلي سماعتك هنا على الكاروتيد حتى تشوف إذا أكو radiation، لأنه هاي أماكن radiation مال mitral regurg ومال aortic stenosis. أوكي. الأكزيلا إذا بالمايترال. وإذا سمعت مرمر بالaortic area تروح على الكاروتيد. تمام. هسا إذا ما سمعت مرمر وكملت هذني الأماكن وسمعتهم بالدايفرام والبل، شو تسوي؟ تشيك على المرمر مال مايترال ستينوسيس والمرمر مرمر مال ايورتيك ريجورجيتيشن، لان هذول عاده يحتاجون سبيشال بوزيشنز حتى يسمعون بي، يعني ممكن من البيشنت هو قاعد 45 درجه مو كلش ممكن تسمعهم. اوكي. فعلى مود تسمع المايترال ستينوسيس تقول له للبيشنت انه رول اون ذا ليفت سايد، شلون هذا البيشنت جاي على اليسرى، وتخلي سماعتك بنفس مكان مال مايترال فالف بس بالبل، البل مال سماعتك وتسمع. تمام. هي عادة تكون مد دايستوليك مرمر وكلش صعب تنسمع اصلا، بس يعني انه هاي المانوفر مطلوبة من عندك بالامتحان فلا تنساها، هاي عادة تنسي المانوفر، يعني واحد بس يسمع الاماكن وها هي لا، سوى هذول المانوفرز اثنيناتهم على مود تحصل الدرجة الكاملة. وراها ورا ما سمعت ما تحاول تسمع المرمر مال مايترال ستينوسيس تسمع المرمر مال ايورتيك ريجورجيتيشن، هنا انا حتقول للبيشنت انه يقوم يقعد وتقول له ياخذ نفس وبعدين قول له انذب النفس ماتك واقطع، يعني انه لازم تسمع هاي المرمر بالاكسبيريشن، يعني هو لازم يكون ماخذ نفس ودابه وقاطع يعني ما يتنفس. اوكي. وتخلي سماعتك بالدايفرام على الرايت سكند انتركوستال سبيس اللي هي المكان مال ايورتيك فالف، وراها تخليها على الليفت استرنال ايدج. تمام. على ما تسمع المرمر مال ايورتيك ريجرج اللي هو ما صعب تنسمع يعني. تمام. بس هذين المانوفرز قلنا اثنيناتهم لازم تسويهم. فسبل اسكولتيشن اول شيء بالدايفرام تسمع بمكان الفالفات اللي قلنا عليها الاربعة، وراها تحول على البيض وتسمع بالابكس وتسمع على الليفت لور ستيرنال بوردر، وراها اذا كان اكو مرمر مال مايترال تروح على الاكزيلا، اذا كان اكو مرمر بالايورتا تروح على الكاروتيد، اما اذا ما كان اكو لازم تشيك اذا كان اكو مرمر بالمايترال ستينوسيس فشو تسوي؟ تقول للبيشنت روح على الليفت سايد وبالبيل تسمع اوفر ذا مايترال اريا. تمام. وبعدين تشيك للمرمر مال ايرتيك ريجرج، تقول للبيشنت انه يقعد انه ياخذ نفس يذب النفس ويقطع وتسمع اوفر ذا رايت سكند انتركوستال سبيس واوفر ذا ليفت لور ستيرنال ايج على مود تسمع المرمر مال ايرتيك ريجرج، وبعدين من تكمل تسوي ريبورتنج لور فايندينجز، تقول للدكتور
by auscultation there was normal S1, S2, no S3, S4, no added sounds or no murmurs. With alligate findings, تقول له يعني S1, S2 normal, تقول له there was a click, ejection click at the, مثلا the aortic area, مثلا there was a murmur with the systolic murmur, مثلا تقول ejection systolic murmur, harsh in intensity, قصدي harsh in character, intensity مالتها مثلا grade 4, location مالتها at the mitral area, تقول وهيجي تمام. فيعني توصف هاي الاشياء اللي لقيتها وهيجي نكون كملنا الاوسكولتيشن. فعلى مود نراجع الاكزامينيشن مال البريكورديوم قلنا اول شيء نسوي انسبكشن البيشنت تكون 45 درجة الاكسبوجر مالته يكون زين اوكي تدور على سكارز تدور على ديفورميتيز وعلى فيزيبل بالسيشن وراها بالبالبيشن لازم تعرف الكاركتر واللوكيشن مال ابيكس بيت وتدور على الثرلز وتدور على هيف بالاوسكولتيشن تسمع بمكان الابيكس وبمكان الفالفات تمام وبتسوي المانوفر مال ايورتيك ريجارج ومال مايترال ستينوسيس والفايندينجز مالتك تقولها الهارت ساوند والهارت ساوندز والاديشنال ساوندز او الادد ساوندز والمرمرز اوكي هاي الاشياء المطلوبه من عندك ودائما تعلموا انه how to report your findings يعني تقول by inspection there was no scars no visible pulsation no deformities by palpation there was normal apex beat and the fifth intercostal space midclavicular line with normal character auscultation was normal there was normal S1 S2 no added sounds and no murmurs دائما تعودوا نفسكم على هاي تقدرون مثل ما قلت لكم ديك المحاضرة تحشون انتو دسوون يعني ورا ما كملتوا الاسكولتيشن راسا اللي قلتوا الفايندينجز ورا ما كملتوا البالبيشن انتو دسوون البالبيشن تقولون الفايندينجز او تقدرون تقولوها كلها بالاخير قلت لكم انا افضل تقولوها انتو دسوون الاكزامينيشن حتى ما يضيع من عندكم وقت وهيك نكون كملنا الاكزامينيشن مال كارديوفاسكولار سيستم حكينا تقريبا بس على المانوفرز وشرحنا الشغلات لانه مثل ما قلت لكم الفايندينجز والديزيز اصلا بعدكم ما ماخذيها يعني صعب علي انه يعني افوت وياكم بالتفاصيل وانتو بعدكم ما ماخذيها يعني تمام فان شاء الله بصف رابع هتفوتون بالفايندينجز وش كل واحده شنو معناها وهكذا هسه بس المطلوب من عندكم تعرفون النورمال وتعرفون المانوفر فان شاء الله كملنا هذا السيستم ان شاء الله السيستم الجاي حيكون الريسبيراتوري سيستم واذا عندكم اي اسئله تقدرون كونتاكت اس ات نيكست ليكتشر سبورت وان شاء الله نلتقي بالمحاضره الجايه